ومن الخرطوم ينضم إلينا السيد نبيل أديب خبير قانوني. سيد أديب، إذن استكمل هذا التحقيق ومن المفترض أن يحاسب من ترتخت يداه بالدماء، برأيك هل سيحمل هذا التحقيق أسماء قتلة المعتصمين ومن أصدروا أوامر بإطلاق النار؟ والله التحقيق طبعا هو تحقيق جنائي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، ولكن هنالك تحقيق آخر تم الاتفاق عليه في الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. وطبعا هذا التحقيق الذي جرى لم نطلع عليه بعد ولم يعلنه النائب العام، ولكنه هو تحقيق جنائي ستتم، يفترض أنه سيتم بموجبه السير في إجراءات جنائية. وهو طبعا هذا لم يقابل بترحيب من قوى المعارضة، باعتبار أنه المسألة كان يجب أن تترك لحين تكوين لجنة محايدة من الطرفين مستقلة كما طلبت قوى الحرية والتغيير. طيب، بما أن قوى الحرية والتغيير ترى أن المجلس العسكري خالف الاتفاق بينهما، هل سيفتح هذا بابا جديدا من الخلاف ومرحلة جديدة من الخلاف بين الطرفين برأيك؟ والله هو الآن في خلاف، لكن أنا بفتكر أنه خلاف يمكن تجاوزه، باعتبار أنه بغض النظر عن نتائج التحقيق الذي أجراه النائب العام، تظل مسألة التحقيق المتفق عليه قائمة، لأنه هذا أشمل، في حين أنه التحقيق الذي أجراه النائب العام هو مهتم بالجرائم الجانب الجنائي من المسألة، إلا أن التحقيق المتفق عليه يشمل أيضا بالإضافة للجانب الجنائي المسؤولية السياسية والمعرفة، يعني حق الشعب في أن يعرف بالتحديد ماذا تم. طيب، بالنسبة طيب سيد نبيل، استعداد يعني لهذا الفض وما تم أثناء الفض، هذا نعم. التحقيق اختتمه ربما نعم. اختتمته هذه اللجنة بتوصيات، يعني هل ستنفذ النيابة العامة هذه التوصيات التي خرج بها هذا التقرير، وما هي الخطوات الأخرى التي ستقدم عليها النيابة العامة؟ هو يفترض في هذا التحقيق أنه يتم، إذا ظهر من التحقيق الذي أجراه النائب العام أن هناك جرائم قد ارتكبت، فبتم التحري في هذه الجرائم وفتح دعاوى جنائية متصلة بذلك وتحويلها إلى المحكمة بعد توجيه التهمة المناسبة لكل من اشترك بعمل جنائي في هذا أمر. نعم. هذا ما يتم عادة عقب التحقيق الجنائي. اتضحت الصورة من الخرطوم، لك جزيل الشكر السيد نبيل أديب خبير قانوني.